هذه الحقيقة من عجائب زماننا. لا شك أن الوضع الآن في ليبيا وعموما الواجب على المسلمين أن يأخذوا الفتوى من المطلعين على الشأن الليبي، لأن الفتوى الشرعية هي عبارة عن معرفة الحكم الشرعي ثم إنزاله على الواقع الذي يعيشه السائل، لأن الفتوى هي سائل يسأل عن حكم شرعي ليطبقه، ليس عبارة عن تنظير أو تقرير مسائل عامة. في تقرير المسائل العامة لا شك أن العلم الشرعي واحد، وأن يمكن لطالب العلم أن يأخذ العلم الشرعي من كائن من كان، سواء في شرق العالم الإسلامي أو في غربه، لأن الأصل والمصدر واحد، وهو كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم ليس له موطن. والعلم ليس له موطن، لكن الإشكال في تنزيل هذه الحقائق الشرعية والنصوص أهل العلم على الواقع. من الذي يعرف حقيقة واقع الشعب الليبي وما يعانيهم؟ لا شك أنهم علماء البلاد وطلبة العلم الذين يعيشون في هذه البلاد. كثير من هذه الفتاوى، وسأبسط العبارة بعبارتنا الليبية وبأسلوبنا الليبي في أمثالنا، نقول اكذب على الشيخ يفتيلك. فالعالم أو المفتي سيجيب بناء على سؤالك. فإذا سئل العالم يقال له هناك خوارج وخرجوا على الدولة وعلى الشرعية والجيش الليبي الوطني يقاتلهم، فما الحكم يا شيخ؟ فما الذي تريد من الشيخ أن يقول؟ نعم سيقول عليكم بالالتفاف حول الشرعية، وعليكم بمقاتلة هؤلاء الخوارج التكفيريين الذين يريدون أن يخربوا عليكم مجتمعي. الشيخ الواجب على أهل العلم أن يراعوا تلك الفتن التي ستترتب على هذه الأسئلة. حتى صغار طلبة العلم اليوم يعلمون من السائل أحياناً أنه يهدف إلى أمور معينة فيقرؤون ما وراء السؤال. فإذا الواجب على العالم أن يحتاط لنفسه أولاً ويحتاط للسائل أيضاً. لكن نحن لا نملك هذا، لا نملك أن نتحكم في أفعال الناس. نحن نلوم أنفسنا، في أن سمحنا لأمثال هؤلاء في أن يتحكموا في مجتمعنا. يعني الكثير من هؤلاء هم يراعون مصالح دولهم ويقدمون مصالح دولهم على مصالح دول الأخرى. فلهذا السبب نحن الذي نريد أن نوجه به، أبناءنا وإخواننا من الليبيين أن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم وفي دولتهم أيضا، لا يذهبوا ويسألوا عن واقع الليبيين إلا من هو حقيقة يعلم الواقع الليبي.